سنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. بجدد التحيه لك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. وصلنا الحقيقه للمباراه النهائيه بجهد كبير جدا بدايه من القاهره. كل الامور دي ان شاء الله نتكلم فيها مع كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره. وهنيك كابتن سعد وبارك لك وبارك لكل اللعيبه على الاصرار الكبير والوعد الكبير طبعا اللي وعدوه ان احنا ان شاء الله نوصل لهذه المباراه النهائيه. حطينا في الاجواء وشايف الجيم النهارده ازاي بالنسبه لك كابتن؟ يعني الحمد لله طبعا هي احنا عارفين ان المباراه صعبه مش سهله خالص. نتيجه المباراه الاولى مش سهلتها بتصعبها لان برده بتبقى الامور مش سهله محتاجه تركيز عالي جدا جدا وده اللي احنا قلنا عليه. بدانا المباراه بشكل كويس وجبنا جول وبعدين اتعادلنا في الشوط الاولاني لكن قدرنا ان احنا في الشوط الثاني ان احنا نرجع في اخر ثانيه. ايا كانت النتيجه وايا كان الموضوع خلاص انت وصلت للنهائي وده محتاج ترتيبات وتجهيزات وتفكير ثاني خالص. يعني الحقيقه يمكن مجرد الخروج كل جمهور وفاق الصيف حي لعيبه النادي الاهلي بقيمته الكبيره كابتن سيد. بتشوف اللفته الطيبه جدا من الاشقاء الجزائريين ازاي كابتن؟ يعني بالتاكيد يمكن حتى في المباراه الاولى كان العلاقه عاليه جدا واحنا بنقول دايما ان الموضوع مش موضوع تنافسي بس في الملعب بس يعني في مواقف في تعامل بيبقى هو اللي الراسخ في الاذهان. يعني اعتقد النادي الاهلي من ضمن رسائله والحاجات اللي بيوصلها بشكل كويس هو يتعاملوا مع القاره الافريقيه كلها وخصوصا المنطقه العربيه. يعني قبل طبعا المباراه اتكلمنا عن المباراه النهائيه قلت لي نخلص المباراه الاولى ثم نتكلم عن المباراه النهائيه. عايز اخد تعليق من كابتن سيد على هذه المباراه مهما كان زمانها ومكانها. انا عارف ان كابتن سيد هيتكلم على هذا الامر مع لعيبه النادي الاهلي لكن هتقول يا كابتن سيد في هذه المباراه شغلنا في داخل الفريق يعني ان احنا نرتب له ونستعد ليه ايا كان المباراه هتتلعب فين. يعني لكن طبعا هي اتحط التساؤلات من غير اي داعي خالص. يعني مش ممكن ابدا مش ممكن ابدا. يعني زي ما قلت ده اتجاه الاداره ويبقى موقف الاداره وكلام في الاداره لكن احنا كفريق هنستعد للمباراه وهنبقى جاهزين ليها ونحضر لها ايا كانت هي النهائي هيبقى فين. يعني بتلعب مع الوداد. الوداد في اخر ست سنين يمكن تاني فريق بعدك على طول. في اخر ست سنين حضر خمسه سيمي فاينال وثلاثه ده النهائي. من 2017 كان في الفاينال 2018 غاب شويه عن السيمي فاينال طلع من الدور الثمانيه واللي طلعه وفاء الصيف على فكره. يعني 1-0 هنا وبعدين 0-0 في المغرب وبعدين 2019 كان في النهائي الشهير مع الترجي و2020 لعب معانا في السيمي فاينال لو تتذكر 2-0 و3-1 والسنه اللي فاتت لعب مع كايزر شيفز في السيمي فاينال. ففي اخر ست سنين متواجد يا اما في قبل النهائي يا اما في النهائي. فده يدي لك ان فرقه مستقره وفرقه كبيره ولها تاريخ ووضع كبير جدا في افريقيا. لكن يبقى السؤال يعني في كل قارات العالم مفيش ابدا نهائي قاري بيتلعب على ملعب واحد ثلاث سنين بعيد عن الوداد. يعني مفيش نهائي قاري يبقى بيتلعب ثلاث سنين ورا بعض البطوله نفسها وبيتحدد قبل النهائي باسبوع يعني او اسف قبل المباراه النهائيه على طول. فطبعا ده هتقول لي ثلاث نهائيات ازاي السنه اللي فاتت كان في النهائي 20 على فكره 2020 كان مرشح ان هو يتلعب في محمد الخامس برضه لو تتذكر وعملنا قرعه ما بين مصر والمغرب عشان اللي هيتلعب يعني كان ممكن يتلعب الكونفدراليه اتلعبت في المغرب. يعني بغض النظر عن اي حاجه احنا كفريق هنستعد للقاء في ايا كان الوضع لكن ده شغل الاداره. لكن يعني انت بتحط اسئله في العالم كله مش ممكن تكون قاره افريقيا بتاريخها ومكانتها دلوقتي في والمشهد اللي بتشوفه ده والبطوله اللي انت بتشوفها بكل منافسينها وكل قوتها ديت يبقى القرار يتاخد بالسهوله دي. يعني كده شكرا. نشكر كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا ورب ان شاء الله باذن الله نشوف خطوه مهمه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لان الامر ده خلاص بعد الحسم هيبدا النظر فيه. وزي ما اكدنا قلنا اجتماع مجلس الاداره ان شاء الله يكون في قرارات تسعد كل جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي بيطلب حقه وده امر مشروع. مبدا تكافؤ الفرص يعني ده امر مهم جدا. الحياد امر مهم جدا. الفير بلاي امر مهم جدا. فيا رب ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نقفل على نفسنا لعيبتنا تقفل على نفسها ان شاء الله ولكل حدث الحديث نعدي مباراه بطوله الدوري العام وان شاء الله تكون البطوله الافريقيه ال11 من نصيب للنادي الاهلي ولكل لعيب يكون يكتب التاريخ ويسطر التاريخ من جديد كعاده كل نجوم النادي الاهلي.